قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. ويعني أعظم الناس أجرا إلى الصلاة أبعدهم إليها ممشا. لكن يبقى السؤال: هل الأولى وأنا أشتري بيتا بعيدا عن المسجد حتى أمشي، أو أشتريه قريبا من المسجد؟ ما الأفضل؟ الأفضل إذا لم تكن هناك علة أشتريه قريبا من المسجد، ودليلي أن بيت الرسول كان يفتح على المسجد، ويعينني على ذلك على صلاة الجماعة، ذلك يعينني على صلاة الجماعة. لكن إذا توافق وأن بيتك بعيد أو هناك علة جعلتك في أطراف المدينة كبني سلمة أنهم كانوا يحمون المدينة من اتجاههم، فهذه العلة معتبرة، والله أعلم. قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.